أول شيء تخرجت كلية الحقوق وما اشتغلت بالمهنة، بس اخترت القطاع المصرفي عموماً. بلشت أول شيء في أكاديمية الأهلي، بعد أكاديمية الأهلي توظفت تيلر في الأفرع، وبعدها خلال سنة تقريباً صرت سيرفيس أوفيسر همّاً بالأفرع. البنك الأهلي الكويتي يحط خطط حق الموظفين، خطط لتطوير الموظف وعلشان الموظف يستمر في عمله وعلشان يؤدي أكثر. الشفافية هي أحد أهم القيم في البنك الأهلي الكويتي، هذا اللي اكتسبناه من إداراتنا. لما صرت تيلر وروني، علموني شنو هو شغلي، قالوا لي شنو الترقيات وقالوا لي شنو البونص. حتى لما خذيت سيرفيس أوفيسر هم أعطوني الديتيلز حق المهنة نفسها ووضحوا لي شنو بعد السيرفيس أوفيسر، فهذا أهم شيء قاعد نكتسبه من الإدارة اللي هي شفافية.